فإذا الآن أصبح لدينا، لاحظوا أعزائي، فإذا هذا هو القالب. فإذا لدينا الآن لاحظوا هذا الهيدر لونه أبيض وفيه هنا نوع من البادينج. طبعا نحن لن نستخدم البادينج أو هوامش داخلية، لن نستخدم ذلك. الشيء الذي سنقوم به هو التالي: أنا لدينا هيدر، وقمنا بذلك مرة سابقة، هيدر وهيدر إنر، وهنا اسم الموقع. الهيدر الكلي سنضيف له لون الخلفية، سيكون فعليا أبيض، فإذن أنا أريد أن أو لا يكون له خلفية. فيمكن مبدئيا أنا سأضيف له هذا اللون هكذا حتى يعني أوضح لكم، أو مثلا نجعله أبيض بهذا الشكل، نختار اللون الأبيض للخلفية. وأيضا بالهيدر كونتينر أدناه، وهنا يمكن أن نضع الأبعاد الهامش الداخلي، الإطار. يمكن أن أضع الآن إطار مثلا 2 بكسل يكون للأسفل. طبعا هذا ليس ضمن التصنيف، لكن أنا أريد إضافته حتى أفهم ما الذي يجري. وبالنسبة للون سأضع اللون هذا الأسفل. الآن هذا الهيدر، لاحظوا نحن قلنا تستخدم مكونات داخلية عدد محتوى، قلنا لا. بالنسبة للإنر كونتينر فنريدها أن تستخدم العرض المحتوى. فإذا قمت أنا بالحفظ مرة أخرى أريد أن أوضح هذا المفهوم لأنه يبدو شائك للبعض. إذا لاحظوا هذا هو الخط. لاحظوا أن الآن لو قمت بإنسبكت إليمنت وحددت الكونتينر الذي لدي هنا، فإذا لاحظوا حجمه 1200 بكسل. فإذا 1200 بكسل، فبالنسبة لملفات theme.json، دعونا نذهب لtheme.json. فإذا لاحظوا الكونتنت سايز 1200 بكسل. فهذه الطريقة ترتيب المحتويات هنا هي بناء على قيم theme.json التي أنا أضعها. فالآن ربما الآن لديك فهم أفضل عن theme.json ما الشيء الذي يفعله، أو كونتنت سايز فعليا ما الشيء الذي تفعله. طيب لا مشكلة لدينا بهذا الخصوص. فإذا لدينا هذا الموقع هنا، لاحظوا أن باسم الموقع، هذا هو الاسم. يمكن مثلا أن أكتب هكذا inspect element لأرى إذا كانت لديه خصائص معينة يمكن أن أخذها وأضيفها لقالب ال HTML الخاص بي. ويمكن أن أعتمد على النظر، بعض الأشخاص يعتمد على النظر. لاحظوا أن بالنسبة للإيمج هنا فهو اعتبرها اللوجو، يعني أنا أخذتها على أساس اسم الموقع واعتبرها لوجو، فيمكن أيضا ذلك، لا مشكلة بهذا الموضوع أن نضيف لوجو. فهي الويدث لها، قام بويدث لها، ومجرد هي صورة يعني، فبالتالي ليس هنالك فونت سايز ومن هذه القصص. لكن يمكن الشيء الذي نقوم فيه فعليا أن نحدد اسم الموقع مثلا جيد، ونضع هنا مثلا من الخطوط مثلا سمك الخط، ونختار مثلا نريده أن يكون عريض مثلا أو عريض جدا. نختار الحجم مثلا ميديوم أو لارج. وسمك الخط لا يطبق، أحيانا يعتمد ذلك على نوع الخط المستخدم، ونحن نعتمد على الخط الافتراضي الموجود، لم نأتي لوقت أن نحدد الخط الخاص بنا. لكن لو أنا حددت مثلا عريض جدا وقمت بالحفظ سنسير بهدوء، سأشرح سأوضح كل خطوة، سنسير بهدوء. فلاحظوا مثلا هذه ال H1، فإذا لاحظوا الفونت ويت 800، فهو أخذ الفونت ويت الذي أنا أقوله فعليا، لكنه لم يطبق بشكل جيد حتى تراه، وذلك بسبب نوع الخط المستخدم. فلو مثلا أنا استخدمت خفيف جدا يفترض أن يظهر هنا خفيف جدا، لاحظوا. فهذا هو السبب أن مثلا لا يظهر لك بالشكل الذي أنت تريد، لا مشكلة بذلك. لاحظوا بالموقع هنا لدينا اسم الموقع، وهنا بالجانب هنالك فراغ، وهنا لدينا النافيجيشن والسوشيال. فيمكن أن حتى نطبق ذلك يمكن أن نقوم بوضع التنقل ضمن مجموعة، أو وضع اسم الموقع كله هذا، لاحظوا نضع هذا ضمن مجموعة اسم الموقع. هذه المجموعة ستكون هي عبارة عن صف، فسنضع اسم الموقع هنا. و بالنسبة للتنقل وبالنسبة لأيقونات اجتماعية سأقوم بتجميعها ضمن مجموعة أيضا، وأضع أيقونات الاجتماعية ضمن هذه المجموعة، وهذا كله سأضعه بداخل الصف. لاحظوا ها هو.
فأنت فقط تقوم بتحديده وثم ماذا تفعل؟ تحدده وثم تنقل بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للصف أنا أريد هنالك مسافة بين اسم الموقع والنافيجيشن، فسأختار هذه آخر واحدة حتى يكون هنالك مسافة. طيب الآن بالنسبة للمجموعة الثانية هذه حتى لا أضيع، فيمكن أن أسميها هنا بمتقدم، أسميها نافيجيشن and social، أن تسميها بالعربية بالإنجليزية كما تريد. هذا أيضا يمكن أن أضعها أن تكون هي عبارة عن صف جيد، وأن أختار مسافة بينهم، أو مثلا أقول أن أنا أريد مثلا هكذا أن تكون مسافة يكون على الأطراف يعني بهذا الشكل. بالنسبة للسوشال يمكن أن أضيف أنا سوشال خاص، مثلا حتى دعونا نضيف سوشال خاص، ومثلا هنا لدينا ووردبريس، فإذا بالنسبة لووردبريس فالرابط سأضعه هاش، وأحدد أيقونات اجتماعية مرة أخرى، ثم أقوم بالنقر على بلس. أريد مثلا فيسبوك، يمكن أن أضيف فيسبوك لا مشكلة، أحدد فيسبوك بهذا الشكل وأضيف هكذا، وأيضا أحدد أيقونات اجتماعية مرة أخرى، وأحدد هنا مثلا أريد تيليجرام مثلا أو إنستغرام كما تريد، يعني كما تريد، لا يوجد حدود للإضافة يعني. أو دعنا نضيف إنستغرام كونه مشهور، لا أعرف إذا تستخدمونه، فإشارة البلاس هنا، وهنا سأكتب إنستغرام جيد، وسأضيف الرابط هكذا مرة أخرى. نعم صحيح، فأنا أضفت الرابط، سأقوم به حفظ ولنرى النتيجة على الصفحة الرئيسية. فإذا لاحظوا ظهرت لنا هذه المقالات، هذه تعلم تطوير ووردبريس، وهذه لدينا الأيقونات. بالنسبة لموضوع الأيقونات، لاحظوا أن الأيقونات هذه هي عبارة عن مربع جيد، وأيضا لونها أصفر، فيمكن أن نضيف جزء من هذا الستايل في ووردبريس. فإذا قمنا بتحديد الأيقونات بهذا الشكل وباللون، بالنسبة للون يمكن أن أكتب هنا أن لون الأيقونة أو خلفية الأيقونة تكون هكذا، وبالنسبة للون الأيقونة هو اللون الأسود، فبالتالي لون الأيقونة سيكون هذا اللون الأسود جيد، وفقط بهذا الشكل جيد. طبعا يوجد أنك تضيف بشكل قرص، أن تكون هكذا بشكل قرص الأيقونات، أو يمكن أن تضيفها بشكل افتراضي بهذا الشكل. بالنسبة لمقالاتنا هذا فقط أريد إضافة يعني شيء جديد هنا، حتى يعني يصبح لدينا أشياء أخرى موجودة فيه، مثلا سنضيف المدونة ممكن أن نسميها مدونة فقط هكذا، وهنا أيضا نضيف مثلا صفحة المكون هكذا جيد بهذا الشكل. فإذا قمت أنا بالحفظ وتحديث، فإذا لاحظوا هذه هي المقالة وهذه هي كل شيء، تقريبا نفس الشيء، لكنه أنا أعرف أنت تقول لا ليس نفس الشيء، لكن تقريبا نحن حصلنا على نفس الشكل، من ناحية أن لدينا هنا المقالات، لدينا هنا السوشيال، ولدينا هنا اسم الموقع. فإذا الآن نريد أن نحسن أكثر من هذا. بداية لاحظوا أن بالنسبة لهذا التصميم هنالك بادينج هنا، يعني هامش داخلي، فالهامش الداخلي عفوا هذا الهامش الداخلي هنا، لاحظوا هذا هو الكونتينر هنا، انظروا هذا الهيدر موجود هنا، لديه هامش داخلي بالصورة هنا 2020. فأنا يمكن أن أكتب هكذا، أن أقوم بالهيدر ككل، الهيدر كونتينر، لاحظوا أن أضيف هامش داخلي لكل شيء موجود، الهامش الداخلي يكون فوق تحت 20، فإذن الآن أصبح موجود. الآن الشيء الذي قد تقوله لي ممتاز، هذا شيء جيد، لكن ماذا عن مثلا هذا تعلم تطوير ووردبريس؟ أنا لا أريدها أن تكون يعني لا أريدها أن تكون تحتها سطر كمثل هذا مثلا، هذا ليس تحتها سطر، هذه الصورة على فكرة كما يعني نحن تعلمنا، هذه عبارة عن صورة، وبالتالي الصورة يمكن أن تضعها كما تريد، نحن كتبناها كاسم موقع، لكن ما زال لدينا لماذا هذه موجودة في هذا الشكل. فلاحظوا أن هذا اسمها، اسم هذه البلوك،
WordPress blog site title. فيمكن أن أقوم بجلب هذه البلوك من theme.json. أنا ب theme.json، فيمكن أن أجلب هذه البلوك هذا من الستايلز هنا، أقوم بكتابة blocks، ومن البلوكس أنا أريد بلوكس اسمها site title، وهذه السايت تايتل يمكن أن أضيف لها CSS، وأنا أريد أن هذه السايت تايتل الـ A tag داخلها أريده بدون هذا الخط. فبالتالي سأكتب هنا هذه الإشارة تعني مكون سايت تايتل، وثم سنختار الـ A tag بداخله، لا نريدها أن تحتوي على خط، فبالتالي سأكتب text decoration. هنا تكتب CSS فقط. CSS كيف تكتب CSS؟ يمكنك أن تكتب CSS هنا. فإذا قمت بالتحديث فإذا لاحظوا أن اختفى الخط من هنا، وتم إضافة الستايلات التي أنا كتبتها فعليا للـ A tag. طيب الآن بخصوص الموضوع الثاني، فمثلا هنا تجد السوشيال هي عبارة عن السوشيال هي عبارة عن تقريبا مربع. فمثلا إذا جلبنا السوشيال هنا حتى نرى ما هي، فمثلا هي عبارة عن LI وفيها بادنج 7 بكسل على الجوانب. ها هو، فأنا أقرأ قالب ال HTML. يعني لا يمكنك أن تحول قالب HTML لووردبريس فقط للنظر، عليك أن تنظر إليه جيد إذا أردت أن تحوله لقالب مكونة جيد. فإذا لاحظوا أن هذا حوله بادنج 7 بكسل، أعتقد أن أجمل أن نضيف له border radius. فهذا الشيء يمكن أيضا أن نضيفه هنا في theme.json. بخصوص هذه البلوك، فإذا لدينا WordPress social link جيد، أو عفوا لدينا WordPress social links، ولدينا أيضا بلوك اسمها WordPress Social Link. فإذا يمكن أن نقوم بالقيام باستدعاء هذا WordPress Social Link مباشرة. وبالتالي يمكن هنا بدلا أن أكتب هكذا Social Link مثل ما أنا كتبت، يمكن أن أكتب أنا فقط هنا في الأعلى Social Link جيد، وهنا Social Link أنا أريد له أكتب هكذا مباشرة الـ Radius بهذا الشكل، وأريد جيد الهوفر لهذا اللينك. فإذا سأختار هذه الإشارة لأنني أريد الهوفر على نفس الأيتم يكون مثلا background color transparent. سأضيف important حتى أتأكد من الموضوع. إذا الآن مرة أخرى تحديث، إذا ها هي لاحظوا نجحنا العملية، كان ينقصنا ال important tag. فإذا لاحظوا هذا الشيء نفسه الشيء الموجود هنا الذي هو قام بهذا الشكل. إذا قمت أنا بالتحديث على هذا أيضا ستظهر تغييرات theme.json هنا، لاحظوا هي نفسها ستظهر هنا. طيب هذا يكفي، دعنا نقول هذا يكفي. الآن بخصوص المقالات لاحظوا أن هنا، أو بخصوص النافيجيشن لاحظوا أن عندما يقوم بهوفر يتم تحديد خط أدناها بهذا الشكل، خط أدنى هذا الموضوع. فهذا الشيء فعليا يمكن أن نقوم به بكل بساطة. إذا قمت أنا بـ Inspect Element هنا وقمت بالنقر لمعرفة ما هي اسم هذه البلوك، فسأجد أن هذه البلوك هنا اسمها في الأعلى طبعا WordPress، هاي WordPress Block Navigation هكذا اسمها. طبعا أنا يمكن ها هو WordPress Block Navigation. وبالنسبة للروابط فإذا نقول رابط ما اسمه، هل هو بلوك بحد ذاته؟ الآن سنرى. لاحظوا اسمه WordPress Navigation dash item underscore label، ولدينا أيضا الـ A tag هو WordPress Navigation item dash content. فإذا هذا يمكن أن نقوم نحن بالحصول عليه من WordPress Navigation link للـ LI. فبكل بساطة هنا يمكن أن نكتب بهذا الشكل، أن نضيف بلوك جديدة ونسميها Navigation Link. طيب بخصوص Navigation Link فنحن نريد أن أدنى الـ A tag هنا بحالة الهوفر أن يحصل لدينا هذا الخط التكست أو البوردر بوتوم، يمكن نعتبره بوردر بوتوم، ما رأيكم؟ أو نعتبره
text decoration يعني underline أو نعتبره border bottom. فالشيء الذي يمكن أن نقوم به هنا أن نفس هذا الموضوع أن نكتب أن عندما يتم الهوفر حول هذه الـ A tag فهنا سنكتب بهذا الشكل لهذه الـ item، وعندما يتم الهوفر حولها فنحن نريد حول هذا فنحن نريد أن يكون لدينا border bottom، وبالتالي هنا سنكتب border bottom 1 pixel solid مثلا green. فإذن لنرى إذا سيتم تطبيق هذا أم لا، فإن هو يعطي خطأ هنا لنرى ما هو الخطأ. أنني نسيت الكوما هنا. فإذا قمت أنا بالتحديث بهذا الشكل وقمت بالتحديث لاحظوا ظهر البوردر هنا بلونه أخضر. طبعا أنا إذا أردت أضافة مسافة قليلة بينها فيمكن أن أكتب هنا padding، أو بالأصل قبل الحصول على الهوفر مرة أخرى هنا أنا أريد الـ water block navigation item content هنا بهذا الشكل. أنا أريد أن يكون هنالك padding bottom مثلا دعوني أقول 2 بيكسل. أيضا يمكن أن أضيف transition حتى أقوم ب transition حتى أقوم ب يعني بجعل هذا الترانزيشن يصير ببطء يعني نوعا ما. وبالنسبة لهذه البوردر بوتوم green فأنا أريد أن أجعلها ليست green، أنا أريد أن أجعلها اللون هذا اللون الرئيسي اللون الأصفر هذا. طبعا يمكن أن تقول لي طيب أكتب لون أصفر مثلا، لا تكتب لون أصفر. ماذا تكتب؟ تكتب اسم الكلر. اسم الكلر يكون دائما بهذه الطريقة مكتوب، يبدأ بـ WordPress Preset وثم Color وثم Contrast، هذه طريقة الكتابة. فإذا بالتالي هنا سنكتب بهذا الشكل أمسح Green، فإذا هذا اسم الكلر. مرة أخرى بـ WordPress الكلر يبدأ بهذا الشكل وثم اسم الكلر الذي أعطيته إياه بـ Theme.json. فإذا قمت أنا بالتحديث وتحديث مجددا وقمت لاحظوا لاحظوا طبعا اللون يأخذه لكن يأخذ وقت. لماذا؟ لأن بكل بساطة أنا وضعت transition ل 1 second، فلماذا أضعها ل 1 second؟ يمكن أضعها ل half second. وبالنسبة لهذا border فأنا يمكن أن أجعله 2 pixel بهذا الشكل. فإذا هنا لاحظوا، فإذن الآن أصبح لدينا هذا التأثير. أيضاً بالنافيجيشن مثلاً إذا ذهبنا إلى مثلاً مقالاتنا بهذا الشكل، مقالاتنا هذه الصفحة يعني هي الكرنت الآن صفحة مقالاتنا، ستظهر صفحة الاندكس، أنا فقط لدينا صفحة الاندكس. ولكن بالنسبة لمقالاتنا لاحظوا بالLI مكتوب current menu item، فإذن هذه الكرنت. ولاحظوا هنا أيضا على الكرنت قام ماذا بتحديدها بهذه الإشارة، فنحن نريد أن نقوم بنفس الشيء. فبالتالي الشيء الذي يمكن أن نقوم به هنا ماذا نفعل؟ أن نكتب أن WordPress navigation item current menu item ونضيف لها الكلاس الذي نريد. فبالتالي أنا أريد إضافة لها نفس الكلاس الهوفر الذي أضفته قبل قليل لكن بدون الهوفر فعليا. فإذا هنا بـ WordPress Navigation Link، هذا WordPress Navigation Link، لا هو هذه هي نفسها WordPress Navigation Link، أيضا اسمها WordPress Navigation Item. فإذا بـ WordPress Navigation Link يمكن أيضا أن أقوم بإضافة أيضا كود CSS هنا بكل بساطة. والشيء الذي أنا سأكتبه هنا أن بالكومبوننت الحالية إذا كانت الكرنت ايتم، فإذا سأكتب دوت كرنت داش ايتم عفوا كرنت منيو ايتم، وأتأكد من اسمها، ضروري نتأكد من اسمها، فإذا كرنت منيو ايتم. فالشيء الذي أنا أريده فعليا عفوا، فإذا كانت كرنت منيو ايتم هنا، طبعا أنا يجب أن أغلق هذا الكيرلي هنا وهذا كيرلي جديد هنا سأفتحه الآن. فإذا كانت هذه الكرنت فأنا فعليا أنا أريد للأي تاج الذي بداخلها
الذي يأتي مباشرة بداخلها ب WordPress Block Navigation Item Under Underscore Content. أنا أريد أن يكون له Border Bottom 2 بيكسل Solid ونفس هذا البار الذي أنشأناه الذي هو بار الكونتراست الذي وضعناه. إذن هذا نفسه يمكن أن أضعه هنا. إذن الآن لنرى الموضوع، فإذا قمت الآن بالتحديث بهذا الشكل، أنا بصفحة المقالات فيجب أن تظهر صفحة المدونة هي نفس المقالات وظهرت two underscore يعني هنا وهنا لا مشكلة، أو يعني البوردر بوتوم ظهر على الجهتين جيد، لأن هذا نفس هذه الصفحة. لكن بشكل عام لاحظوا يعني فعليا نحن قمنا بالعمل بشكل جيد وأنشأنا هذه الأشياء. طبعا الخط قد يلعب دور، يعني لأن الخط نحن نستخدم الآن الخط الافتراضي، لم نقم بإضافة الخطوط لأننا لم نصل لمرحلة إضافة الخطوط بعد، فأنا أسير معك خطوة بخطوة. لكن بشكل عام هذا الشيء الذي كان هنا حتى لو أنه يظهر بشكل جميل جدا هنا وفي وضع ناروان تقول ليس مثله تماما، لكن الفكرة نحن قمنا بإضافتها لهذا. فبالتالي نحن الآن انتهينا من الهيدر، لاحظوا فقط لم نكتب شيء، فقط استخدمنا البلوك إديتر وأيضا استخدمنا theme.json. هذه هي كانت الطريقة، وأنا أريد أن أقوم بالتنويه حول هذا الموضوع. ربما تقول أن هذه الأكواد التي كتبناها هنا هي صعبة، فأنا أريد أن أقول لك الفكرة العامة لكتابة هذه الأكواد أن نعتمد على theme.json فقط لكتابة الأكواد. هذا الشيء الذي يريد WordPress أن يصل إليه. فالفكرة هي أن تعرف البلوك التي تريد أنت تغيير ستايل الخاص بها وماذا تفعل، تقوم بإضافتها إلى theme.json وتقوم بستايلينج لها بCSS بهذا الشكل. فأنا هذا الذي كتبته هنا هو CSS، هذا الذي كتبته هنا هو CSS، هذا الذي كتبته هنا CSS. إذا كنت تريد، إذا لم تفهم بعض الأشياء الموجودة في هذا فلا مشكلة، لكن عليك أن تبحث أكثر حول الأشياء والنقاط التي أريد أن أقولها لك. أول ملاحظة، عليك أن تبحث عن هذه الإشارة، وخاصة بالموضوع أن بساس ومثل هذه التقنيات يتم استخدامها. هذه الإشارة بشكل بسيط إذا لم ترد أن تبحث لا مشكلة، معناها قلت لك معناها بكل بساطة نفس الآيتم هذه الحالية، يعني هذا إذا كنت مبرمج مثل كلمة this هذا، وثم قمنا بكتابة الأكواد. بالنسبة لهذا فهذا اسمه CSS variable، إذا كنت لا تعرفه ابحث عنه وتعلم عنه. CSS variable يبدأ بكلمة var وثم هذه الإشارات وثم يبدأ وهنا الاسم. بوردبريس كل الكرر تبدأ بهذه البداية، يعني ووردبريس كلها يبدأ بهذه البداية. أما بخصوص كلمة contrast فهي نفسها التي كتبناها هنا، هذا نفسها كتبناها هنا جيد، وهذا فقط جيد. فإذا أنا فقط كتبت هذه الأمور. بالنسبة لهذه الإشارة، هذه الإشارة أيضا CSS، والتي تعني أيضا أن اظهر لي العنصر التالي مباشرة، يعني العنصر التالي لهذا أظهره مباشرة، الابن المباشر جيد. إذا هذا غير واضح عليك أن تبحث عنه، تتدرب عنه قليلا، سهل جدا، وثم تعود. واضح؟ فإذا هذا بخصوص هذه القصة الموجودة هنا. يوجد طرق أخرى لإضافة الستايل، هذه ليست الطريقة الوحيدة، لكن عليك أن تكون صبورا حتى تتعلم كل شيء معي، فالصبر هو الأساس. فالآن أنا أريد أن أقوم بأخذ هذا الهيدر أعزائي، هذا الهيدر أريد أن أخذه جيد وأقوم بوضعه لاحظوا بالبارت هنا وبملف الهيدر. فإذن سأفتح ملف الهيدر جيد، سأفتح ملف الهيدر وأضع فيه هذه الأشياء فقط. وكما اتفقنا فقط بالنافيجيشن نعدل بعض الأشياء. فإذن أين هي النافيجيشن؟ ها هي النافيجيشن، لا نضيف الريفرنس لها فقط، هذه هي القصة. وهكذا أصبح هذا الهيدر جاهز لإعادة الاستخدام. فإذن الآن بكل بساطة لاحظوا أعزائي
إذا قمت بمحرر الشفرة البرمجية فنلاحظ لدينا هذا الموضوع. يمكن أن أنسخه بهذا الشكل وأذهب إلى الإندكس، عفوا أذهب للإندكس. إذن أين هو الإندكس؟ ها هو بالتمبلت. فإذن إندكس أذهب إليه هنا وأقوم بوضع الهيدر هنا. فإذن أول شيء بالإندكس هو الهيدر. لاحظوا هنا بداية يكتب WordPress Template Part، يعني هو جزء من نماذج ووردبريس. السلاج هو الهيدر والثيم، هذا حددنا الثيم، يمكن أن تحذف هذا. هنا الأريا ضعها الهيدر، جيد بهذا الشكل. فإذا الآن أعزائي يمكنك أن تقوم بالتالي، بنقر هنا على 3 نقاط ومسح التخصيصات، ومن مسح التخصيصات هنا فقط وتحفظ بكل بساطة. يفترض الآن هنا نفس التغييرات، لا يوجد تغيير، هذا الذي يفترض مشى إلى ظهر. نعم صحيح. ربما تتساءل وتقول لي طيب لماذا ظهرت هذه القائمة؟ أنت لم تضعيها. هذه القائمة أعزائي هي القائمة الافتراضية في موقعك. إذا أخذت قالبي ووضعته في موقعك ستظهر لك القائمة الافتراضية في موقعك. هل هذا واضح؟ فإذا إلى هنا نحن انتهينا من موضوع الهيدر.